تسيل دماء جديدة في مخيم جنين نتيجة لقصف من طائرات مسيرة إسرائيلية على أزقة هذا المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من مدينة جنين ومخيمها قصفت موقعا داخل المخيم. عدد كبير من الإصابات وهناك شهداء أيضا تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة جنين بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية. مجموعة من المواطنين المدنيين كانوا يتمركزون في هذا الموقع ويتابعون انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محيط مخيمهم. اقتحام طويل نسبيا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر طوال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح، و كان شمل هذا الاقتحام ليس فقط مخيم جنين ومدينة جنين، إنما عدة بلدات جنوب وغرب المدينة، ما أدى لوقوع إصابات من بينها إصابات خطيرة وعدد من الشهداء خلال هذا الاقتحام. نشاهد على جدران هذه الأزقة الآثار، آثار قصف طائرات مسيرة إسرائيلية للمخيم. تتداخل الآثار الحديثة لهذا القصف مع آثار قديمة. عمليا كل المنازل في مخيم جنين يمكن مشاهدة آثار القصف والرصاص عليها. أكثر من 40 اقتحاما نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخيم بعد 7 أكتوبر، وفي كل اقتحام يكون هناك عدد من الشهداء والجرحى نتيجة لقصف من طائرات مسيرة إسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد أكثر على الطائرات المسيرة في قصف مواقع داخل المخيم بعد أن كانت تدخل إلى عمق المخيم بالقوات، قوات خاصة إسرائيلية، أصبحت تعتمد أكثر على الطائرات لقصف مواقع داخل المخيم. نستمع من أحد الأهالي هنا عما يجري في مخيمهم، شو اللي صار هون بالضبط، ودائما بصير قصف من طائرات مسيرة في كل اقتحام تقريبا للمخيم، شو اللي بصير معكم؟ يعني ناس مدنيين واقفين بزكاك، الاحتلال بدوش مبرر لقصف المدنيين، ناس مدنيين ما صعود للصاروخ فوق راسهم. يعني الاحتلال بدوش مبرر انه يقتل مدني عسكري وهم ناس مدنيين يعني واقفين، كان بقصفهم بطائره مسيره، هذا اللي حصل في هذه الزكاك. كثير صاير قصف بالطائرات المسيره في الفتره الاخيره على المخيم. دائما بصير، بطلوا هم يقدروا كأنهم يفوتوا جوا عسكاك، صاروا يضربوهم بالطيارات من الجو، صاروا يستهدفوا الناس المدنيين من الجو. هذول الجماعة بكوا ناس مدنيين، لا هم عسكريين ولا اي شيء، واقفين الطيارة المسيرة ضربتهم. شكرا لك. إذا قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب مخيم جنين من الجو. صحيح أن قوات الاحتلال انسحبت عن أرض مخيم جنين ومدينة جنين والقرى في محيط هذه المدينة التي تتعرض لاقتحامات إسرائيلية دموية، إلا أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تغادر سماء المخيم وسماء المدينة. على مدار الساعة تحلق طائرات مسيرة إسرائيلية وفي كل لحظة تطلق صواريخها على هذا المخيم وتسيل المزيد من الدماء في شوارع مخيم جنين. عميد شحادة، العربي، مخيم جنين.